لا أجر نبغي لا وسام لا صدى هي خطوة هي خبرة ورفاق صارت تطوى راية ووسيلة ولأجله عزم لنا دفاق. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. صوت تمام كده؟ طيب، على بركة الله. بسم الله الرحمن الرحيم، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين. بين يديكم مهندس وليد عادل، محاضر بكلية هندسة جامعة القاهرة. إن شاء الله أبقى معاكم في كورس الأوتوكاد L2 Dimension. طيب، بسم الله. إن شاء الله يا شباب إحنا هنشرح كورس الأوتوكاد على اوتوكاد 2013. طبعا في اصدار نزل بعديه اللي هو اوتوكاد 2014، بس لسه ما حدش اشتغل عليه، هو لسه يعني نزل الشهر اللي فات، فاحنا لسه برضو شغالين على اوتوكاد 2013. طبعا الدوره دي عشان الناس تبقى عارفه اوتوكاد 2 دي، بس اوتوكاد 2 دي فقط، اوتوكاد 2 دايمنشن فقط. هنبدا مع بعض كده نشير الشاشه بتاعتي. بسم الله. تمام 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 شايفين كده معايا الاوتوكاد كلنا يا شباب؟ تمام. طيب نبدا بسم الله كده. زي ما هو احنا بنشتغل على اصدار اللي هو اوتوكاد 2013، ودي الواجهه بتاعه البرنامج بتاعه الاوتوكاد. طبعا الاوتوكاد هو برنامج رسم هندسي ممكن نستخدمه في كل التخصصات الهندسيه بتاعتنا، سواء في الرسم المعماري او الرسم الانشائي او الرسم الميكانيكي او الرسم الكهربي او حتى في الرسم الجنري، يعني ممكن ارسم عليه اي حاجه، مش شرط تكون ان هي خاصه باي تخصص هندسي. طبعا انا بتكلم دلوقتي على الرسم التوني. نبتدي مع بعض كده نشرح الواجهه بتاعه البرنامج بتاعتنا. اول ما بتفتح البرنامج دي الواجهه اللي انت بتشوفها الاول خالص، اول ما بتبتدي تفتح برنامج اوتوكاد 2013. يا ريت برضو عايزين نتفق كده مع الناس عشان برضو ما يبقاش في اسئله في النص كده وانا بشرح، يعني انا هشرح جزئيه معينه وهبتدي اقول يا جماعه لو حد عنده اسئله، والناس تبتدي تكتب في الشات لو حد عنده اسئله يكتب، عنده سؤال، ما حدش عنده سؤال خلاص هبتدي اكمل. اوكي، عشان بس ما يبقاش انا بشرح ولا اي حد بيسال سؤال فممكن ان هو يعطلني عن الشرح. اوكي، هشرح جزئيه لمده معينه بعدين ابتدي اقول يا جماعه هل في حد عنده سؤال، هل في حد مش فاهم حاجه معينه. ده هيبقى ان شاء الله نظامنا طول الكورس باذن الله. طيب، على بركه الله. بسم الله. برنامج الاوتوكاد، اول ما تفتح برنامج الاوتوكاد هتلاقي عندك في الواجهه اول شريط فوق خالص، ده بنسميه شريط التايتل او شريط العنوان بتاعي، وده بتلاقي مكتوب فيه اسم الملف اللي اتفتح جوه البرنامج بتاعنا، وبيسمى تسميه تلقائيه drawing 1 او ملف رسم رقم 1 دوت دي دبليو جي، ده الاكستنشن بتاع الملف بتاع ملف الاوتوكاد اللي من خلاله الويندوز بيفهم ان ده ملف اوتوكاد فيبتدي يفتحه لي على برنامج الاوتوكاد. طبعا الاكستنشن ده او الامتداد ده في برامج، كل برنامج بيبقى ليه امتداد معين للملف بتاعه، ومن خلال الامتداد ده زي ما قلت الويندوز بيفهم نوع الملف ده ايه. طيب الشريط اللي على الشمال ده بنسميه شريط الكويك اكسس، شريط الكويك اكسس او الوصول السريع، وطبعا التسميه دي جت من انه في بعض الايقونات لبعض الاوامر اللي مستخدمه كثيرا، فبدل ما انا اجيب الاوامر دي من اماكن ثانيه حطها لي على طول في الشريط الصغير ده. لو دوست انا كليك على السهم اللي في الاخر خالص دوت اللي بنسميه كاستمايز كويك اكسس، او ان انا ممكن اعمل تخصيص للشريط دوت، بمعنى ان في بعض الايقونات متضافه في الشريط ده اللي هي جنبها علامه صح، وبعض الايقونات مش متضافه، فلو انا عايز اضيف ايقونات ثانيه ممكن ادوس كليك على الايقونه دي تحط جنبها علامه صح وتنزل معايا في اخر الشريط بتاعي. وطبعا لو عايز الغي اي ايقونه بنفس الطريقه ممكن الغي الايقونه باني ادوس كليك عليها. هي اشهر الايقونات المستخدمه واكثر الايقونات المستخدمه هي اللي موجوده افتراضيا مع البرنامج بتاعي.
نتكلم عليهم كده واحدة واحدة. أيقونة نيو طبعا دي من خلالها بقدر أفتح ملف كاد جديد عشان أقدر أستخدمه في الرسم بتاعي، وممكن الأمر ده يجي من أول أيقونة خالص دي اللي هي فيها علامة الإيه الحمراء اللي هي بنسميها أبليكيشن منيو أو قائمة الأوامر أو قائمة التطبيقات بتاعتي. لو دوست كليك عليها هلاقي برضو هنا أول أمر اسمه نيو وبيخرج قائمة فرعية تانية منه، وممكن أختار أمر اسمه Drawing أو ملف رسم، يعني أنا عايز أعمل ملف رسم جديد. طيب ممكن بدل ما أختار نيو أو أختارها من القائمة بتاعة الأبليكيشن منيو، ممكن في شورت كات من الكيبورد أو طريقة مختصرة من الكيبورد، ودي على فكرة عشان الناس تبقى عارفة الطريقة المختصرة دي لأي برنامج في الدنيا عشان تفتح ملف جديد، بتدوس من الكيبورد زرار كنترول مع حرف الـ N، كنترول مع حرف الـ N، أنا دوست دلوقتي بالفعل كنترول مع حرف N، ابتدى يفتح لي ويندو عشان أقدر أختار أو أفتح ملف جديد. الويندو دي اسمها Select Template، اسمها Select Template أو اختار نموذج للصفحة اللي أنت تشتغل عليها على برنامج الأوتوكاد. على طول يا شباب بنختار النموذج اللي اسمه أكاد أيزو. أكاد أيزو كمعلومة نعرفها إن التمبلت بتاعة الأوتوكاد بيبقى الإكستنشن بتاعها .dwt. ليه يا باشمهندس بنختار أكاد أيزو بالذات؟ لبعض الأوبشن كده وبعض الخصائص للتمبلت دي بتبقى متظبطة بستاندرايزد معين، هو ده اللي أنا ببقى محتاجه في الرسم، وهنتكلم عن الكلام ده أثناء الشرح إن شاء الله بعدين. إن شاء الله لو في حد فيكم هياخد بعد كده أوتوكاد 3D لو أمكن برضه إن أنا أشرح إن شاء الله الكاد 3D، فبنختار الفايل بتاع الـ 3D اللي اسمه أكاد أيزو 3D. دلوقتي أنا هفتح ملف في الـ 2 Dimension بختار أكاد أيزو وبقول له أوبن. طبعا بما إني فتحت، عشان بس عندي حاجة اسمها الإثبات، بما إني فتحت ملف جديد هنلاقي أوتوماتيك هنا في التايتل بار الملف خد رقم 2 Drawing Number 2، ملف رسم رقم 2. يبقى أول حاجة أنا اتعلمتها إزاي أفتح ملف جديد. تاني حاجة لازم أعملها بعد ما أفتح الملف، المفروض أعمل إيه يا شباب؟ تاني حاجة لازم أحفظ الملف بتاعي في مكان عندي على الجهاز أو فولدر عندي على الجهاز أنا بحفظ فيه ملفات الشغل بتاعي. نعمل الكلام ده منين؟ من أيقونة هنا برضو في شريط الكويك أكسس اسمها سيف. أيقونة في شريط الكويك أكسس اسمها سيف، أيقونة الديسك دي. أو ممكن من الأبليكيشن منيو واختار برضو أيقونة اسمها سيف. وبمجرد حتى أنا ما شاورت على الأيقونة جاب لك جنبها كده الشورت كارت بتاعتها اللي هي كنترول مع اس، وده برضو اختصار لامر سيف في اي برنامج في الدنيا. فلو انا عملت دلوقتي كنترول اس او دوست ايقونه سيف هيبتدي يظهر معايا ويندو اسمها سيف دروينج از، سيف دروينج از او حفظ الملف باسم. هنبتدي نعمل ثلاث حاجات في الويندو دي، ايه هما؟ اول حاجة من سيف ان بنبتدي تختار مكان الحفظ بتاعك على الجهاز، على السي، على الدوكيومنت، على الدي، مكان ما انت عايز، سي ان انا هخزن على الديسكتوب. تاني حاجة فايل نيم، اسم الملف بتاعي اللي انا هخزن بيه، ببتدي اقف هنا وابتدي اكتب اسم الملف اللي انا عايزه، وليكن انا هسمي الملف بتاعي مثلا بروجكت نمبر 1، مشروع رقم 1. طبعا التسمية دي حسب الشغل بتاعك وحسب المشروع بتاعك. نيجي بقى لجزئية مهمة قوي اللي هي files of type او نوع الملف بتاعي، واللي هو بيبقى الافتراضي اوتوكاد 2013 drawing. طب لو انا سبته كده يا باشمهندس معناه ايه؟ معناه ان انت ملف الاوتوكاد اللي انت هتحفظه دوت مش هينفع تفتحه غير على اصدار اوتوكاد 2013. طب وايه المشكلة في كده؟ المشكلة في كده ان انت اشتغلت مثلا الملف ده عندك على الجهاز بتاعك، على اللاب بتاعك، جيت مثلا رحت الكلية بتسلم مشروع لدكتور، فوجئت ان انت معاك المشروع على فلاش ميموري وبتفتح المشروع على
جهاز الدكتور او على الجهاز في المعمل، فلقيت عليه اوتوكاد 2010، فوجئت ان المشروع مش عايز يفتح. ليه؟ لان انت شغال على اصدار احدث من الاصدار اللي موجود على الجهاز ده. طب عشان اتلاشى المشكله دي اعمل ايه؟ يفضل مش الزام، يفضل وانا شغال ان انا اخزن ملف الاوتوكاد بتاعي على اقل اصدار ممكن يكون متاح. طبعا النهارده احنا في 2013، ما اعتقدش ان في حد لسه شغال على كاد 2004 او على كاد 2000 او على اصدارات اقل بقى زي كاد 14، ده من ضمن الاصدارات الاولى اللي بدات خالص في التسعينات. طبعا احنا هنخزنه على اصدار يعني معقول شويه، ممكن اقل واحد النهارده شغال على اوتوكاد 2007، اللي عايز يخزن برده على اصدار اقل من كده مفيش مشاكل. معنى اللي انا عملته ده ايه؟ معناه ان الفايل اللي انا هشتغل عليه دوت ممكن يفتح على كل الاصدارات من اول اوتوكاد 2007 لحد اوتوكاد 2013. طب يا باشمهندس لو ظهر اوتوكاد بعد كده 2014 الملف ده يفتح عليه؟ قال لي اه يفتح عليه، ما دام انت شغال على اصدار قديم يفتح على الاصدار الجديد، لكن العكس غير صحيح. تمام، هنبتدي. خلاص اخترنا المكان، كتبنا اسم الفايل بتاعنا، اخترنا نوع الملف وفهمنا يعني ايه نوع الملف، نبتدي نعمل سيف. طبعا اوتوماتيك هنا اتغير في التايتل بار على طول، اسم الفايل بقى بالاسم الجديد، واداني كمان المسار بتاعه الفايل ده موجود فين بالظبط. طيب الايقونه الثالثه اللي تهمني في شريط الكويك اكسس ايقونه اسمها اوبن. دي بستخدمها امتى؟ لو انا واقف جوه الاوتوكاد وعايز افتح مشروع او شغل او ملف قديم انا حاطه عندي على الجهاز، بدل ما ابتدي اروح له من بره الجهاز واعمل مثلا مينيمايز للبرنامج وابتدي ادور عليه، لا انا ممكن ادوس كليك هنا على ايقونه اوبن، بيبتدي يظهر معايا ويندو جديده اسمها سيلكت فايل، ببتدي هنا من لوك ان اختار مكان الفايل بتاعي عندي على الجهاز بتاعي، وبعدين بحدد مكان الفايل، وبعدين بقول له اوبن. تمام، ده بالنسبه للنيو والاوبن والسيف. يبقى اول ما تخش على برنامج الاوتوكاد نبتدي نفتح ملف جديد نشتغل عليه، بنختار التمبلت اللي اسمها اكاد ايزو، نبتدي تاني حاجه نحفظ الملف بتاعي في المكان اللي انت عايزه. طب يا باشمهندس وانا شغال دلوقتي هل انا هحتاج ان انا كل فتره زمنيه اعمل سيف للملف بتاعي؟ اي لا، في اوبشن جميل قوي في الكاد ان هو بيعمل اوتو سيف او حفظ تلقائي للشغل اللي انت بتعمله كل فتره زمنيه. طب منين بيجي الكلام ده يا شباب؟ نبص معايا، لو فتحنا الابلكيشن منيو ورحنا هنا لامر اسمه اوبشنز هيبتدي يظهر معايا ويندو اسمها اوبشنز. ادي الويندو اهي، الويندو دي فيها اكتر من صفحه، نسمي كل صفحه من دول تاب او تبويب. هنروح للتاب اللي اسمها اوبن اند سيف، اوبن اند سيف، بلاقي هنا حاجه اسمها فايل سيفتي، وهلاقي اوتوماتيك سيف، وهو اوريدي معلم على الامر ده مارك، ويعني بيعمل اوتوماتيك سيف للفايل بتاعك. طبعا لازم تكون انت خزنت الفايل على الاقل مره واحده عشان يعمل اوتوماتيك سيف في المكان دوت. هو هنا بيعمل اوتوماتيك سيف كل 10 مينتس، يعني كل 10 دقائق. انا ممكن بقى اقلل الفتره دي اخليها مثلا 1 مينت 5 مينت حسب ما انا عايز. كمان في حاجه مهمه جدا عشان سكيورتي وعشان حمايه الملف، لو الملف باظ او تلف لاي سبب ان هو بيعمل منه باك اب. باك اب يعني نسخه احتياطيه، باك اب يعني نسخه احتياطيه من الملف بتاعك، بحيث لو الملف الاصلي باظ لاي سبب، حصل له حاجه اسمها كوربتد او دامج، اقدر ان انا اشغل الملف ده من الباك اب بتاعي، وده بينزل جنب الملف في نفس المكان اللي هو بينزل فيه الملف وبنفس الاسم، ويبقى الاكستنشن بتاعه دوت باك. تعالى كده نقول له اوكي، يبقى انا كده خلاص ظبطت الاعدادات بتاعتي
ان الفايل بتاعي يعمل سيف اوتوماتيك كل فتره زمنيه معينه، وعرفت كمان ان في اوبشن ان هو بياخد باك اب من الملف بتاعي، بحيث لو الملف بتاعي باظ لاي سبب يبقى انا عندي نسخه ثانيه، طبعا باك اب يعني نسخه احتياطيه من الملف بتاعي. نيجي بعد كده لايقونه بلوت، ودي الايقونه الخاصه بالطباعه، نتكلم عنها ان شاء الله طبعا في اخر الكورس خالص لما نشوف ازاي نطبع المشروع او الشغل بتاعنا. في ايقونه اسمها اندو، ودي بتعمل تراجع عن اي امر او اي خطوه انت نفذتها داخل البرنامج بتاعك وعايز تعمل تراجع عنها. ولو عملت تراجع عن اي خطوه معينه واكتشفت انك عملت تراجع بالخطا، في عندي امر اسمه ريدو، يعني اللي انت رجعته ممكن تجيبه تاني. نيجي بقى لاخر ايقونه في الشريط دوت اللي اسمها ورك سبيس. ورك سبيس او بيئه او واجهه العمل. بيئه او واجهه العمل، لو بصينا على الواجهه بتاعتنا دي هنلاقي اللي هي اسمها درافتنج اند انوتيشن. درافتنج اند انوتيشن، واللي هي عامله ازاي الواجهه دي؟ اللي هي بتتلخص في شريط واحد بس في كل الاوامر اللي ممكن تستخدمها في الاوتوكاد، وبنسمي الشريط ده شريط الريبون. شريط الريبون طبعا الشريط ده بيتكون من مجموعه اوامر، وكل امر بدوس كليك عليه بيفتح لي صفحه معينه، وبنسمي كل امر في شريط الريبون تاب او تبويب. تاب او تبويب، وكل تاب من التابات دي بيتكون من مجموعه اوامر، كل مجموعه اوامر واخده تايتل او عنوان معين، بنسمي كل مجموعه اوامر مع بعض ما بينهم فاصل كده ما بينهم وما بين المجموعه الثانيه، بنسميهم بانل او لوحه. يعني البانل بتاعت الدرو، بانل موديفاي، بانل لايرز اند سو اون. اهم تاب او اهم صفحه هنشتغل عليها في الاوتوكاد التو دايمنشن هي التاب اللي اسمها هوم، تقريبا بتحتوي على 60 او 70% من الاوامر المستخدمه في التو دي. ممكن نستعين اثناء الشغل بتاب ثانيه اسمها انسرت في بعض الاوامر، هنتكلم عنها بالتفصيل. في الانوتيت هنستعين بيها عشان اوامر الدايمنشن الابعاد واوامر التكست، وحاجه اسمها الليدرز، وهنتكلم برضو عن الكلام ده في وقت ان شاء الله، وبرضو التيبلز او الجداول. يمكن بقيه التابات بتاعتي بتبقى حاجات مساعده بس في الرسم، ممكن نحتاج منها بعض الاوامر وممكن ما نحتاجش حسب شغلنا ان شاء الله. بالنسبه لشريط الريبون، في عندي هنا لو دوست على السهم ده في ثلاث حالات لشريط الريبون، اللي هما مينيمايز تو تابس. تاني لما عملنا او لما دوسنا كليك على ايقونه مينيمايز تو تابس، عمل تصغير للشريط ده بقى ظاهره التابات بس، ولما تدوس كليك على اي تاب بيبتدي يجيب لك البانلز اللي جواها. لو عملت مينيمايز تو بانل تايتلز بيبقى ظاهر اسماء التابات، وزي ما قلنا كل بانل ليها اسم معين، بيظهر لك اسم اللوحه او البانل بتاعتك طبعا في التابه اللي انت واقف عليها. لما تشاور على اسم البانل او اللوحه يبتدي يظهر لك الاوامر اللي موجوده جواها. لو دوست مينيمايز تو بانل بوتوم يجيب لك زرار للبانل دي فيها احد الاوامر اللي موجوده فيها، ولما تشاور برضو على الزرار دوت يبتدي يجيب لك كل الاوامر اللي موجوده في اللوحه دي. تمام. طبعا انا لو دوست كليك على الزرار نفسه رجع لي تاني اللوحه او الشريط الريبون بالكامل زي ما كان، وان كان يفضل ان انا طبعا اخلي الشريط ظاهر بالكامل عشان ابقى شايف كل الاوامر بتاعتي اللي موجوده في كل البانل. طيب يا باشمهندس، ده الفيو اللي اسمه درافتنج اند انوتيشن.
اللي هو ده بدأ من اول اوتوكاد 2008، وسهل طبعا عليا في الشغل لان كود الاوامر موجوده قدامي في شريط واحد بتقسم لمجموعه قوائم زي ما قلنا بنسميها تابات، وكل تاب فيها مجموعه اوامر بنسميها بانلز او لوحات، هنتكلم عنها دلوقتي بالتفصيل. لو دوست كليك هنا على السهم اللي جنب ورك سبيس هتلاقي عندك اربع اختيارات، باي ديفولت بيبقى واقف على الاختيار اللي اسمه درافتنج اند انوتيشن. طيب يا باشمهندس، لو في ناس شغاله على اوتوكاد من زمان ومش فاميليار قوي مع الشاشه او الواجهه دي تعمل ايه؟ ممكن انا اغير لواجهه البرنامج القديمه اللي هي كانت من اول كاد 2000 لغايه كاد 2007 بان انا بختار حاجه اسمها اوتوكاد كلاسيك. هيبتدي يتحول معايا لواجهه البرنامج القديمه اللي لسه في ناس لحد النهارده برضو بتحب انها تشتغل بيها، اللي هي بتتكون من مجموعه قوائم ومجموعه شرايط. طبعا الاوامر بقى بتتطور في القوائم وفي الشرايط، فيبقى طبعا الاسهل، وطبعا هقعد بقى اظبط اماكن الشرايط حسب ما انا عايز، وطبعا الافضل من الكلام دوت ان انا اشتغل على الواجهه الجديده اللي هي درافتنج اند انوتيشن. طيب اتفقنا مع بعض ان الشيت الريبون بيتكون من مجموعه من التابس، اي تاب منهم لو انا مش هحتاجها ومش عايزها تبقى ظاهره قدامي وعايز اخفيها ممكن اعمل هنا رايت كليك ومن شو تابس هلاقي عندي كل التابات اللي ظاهره. لو انا عايز اخفي اي تاب، يعني مثلا في هنا تاب اسمها اونلاين، ده شغل الاوتوكاد اونلاين، لو انا مش محتاجه ممكن ان انا اخفيه، وهكذا اي تاب انا مش عايزها ممكن اخفيها من رايت كليك هنا على شيت الريبون شو تابس وابتدي اظهر او اخفي اللي انا عايزه. نفس الكلام بالنسبه للبانلز او اللوحات اللي عندي. انا عندي في الهوم لوحه اسمها درو، ودي بتحتوي على اوامر الرسم اللي هي اشهرهم مثلا زي امر لاين رسم خط مستقيم، امر سيركل رسم دايره، امر ريكتانجل رسم مستطيل، واوامر تانية كتيرة هنتكلم عنها بعدين. ولو دوست كليك برضو على سهم اي بانل تلاقي الاسم بتاعها جنبيه سهم كده، معناه انك لو دوست كليك على الاسم ده في برضو مجموعة اوامر تانية مش ظاهرة معايا مختفية في البانل او اللوحة. طيب اللوحة اللي بعدها اسمها موديفاي او تعديل، ودي بتحتوي على اوامر التعديل في الرسم اللي اشهرهم امر موف لو عايز انقل حاجه داخل الرسم، امر اريز لو عايز امسح حاجه داخل الرسم. البانل او اللوحه بتاعه الموديفاي او بتاعه الدرو تقريبا اكتر من 50% من الشغل بتاعي بتاع في الاوتوكاد بستخدم التو بانلز دول، اوامر رسم لو هرسم حاجه او لو هعدل على الرسم بتاعي. برضو لو دوسنا كليك هنا على السهم هنلاقي برضو مجموعه اوامر تانية للتعديل. نيجي بعد كده للوحه اللي اسمها اللايرز واللي هي الطبقات بتاعتي. هنتعلم من خلالها طبعا ازاي ان احنا نستخدم اللايرز او الطبقات في اللوحات او البرانات بتاعتي المعماريه او الانشائيه. نتكلم عن الكلام ده ان شاء الله في حينه في محاضره كامله لما نيجي نشرح اللايرز ان شاء الله. البانلز بتاعه الانوتيشن او البانل بتاعه الانوتيشن، اللوحه بتاعه الانوتيشن التفاصيل بتاعتي اللي هي بتحتوي على اوامر التكست، اوامر الدايمنشن والتيبل وحاجه اسمها الليدر. طب انت قلت لنا يا باشمهندس ان احنا هناخد الاوامر دي من التاب اللي اسمها انوتيت، لان التاب اللي اسمها انوتيت هنا اشمل، فيها اوامر مش موجوده معايا هنا في الانوتيشن، فلما احتاج اعملها الافضل ان انا استخدم التاب اللي اسمها انوتيت. طب على فرض يا باشمهندس ان انا دلوقتي مثلا، طب انا مش عايز بقى الانوتيشن يبقى ظاهر معايا في الايه؟ في التاب اللي اسمها هوم، عايز اخفي مثلا اللوحه دي على سبيل المثال، اخفيها ازاي؟ طبعا انا واقف الاول على التاب اللي هخفي منها اي لوحه انا عايزها. بعمل هنا رايت كليك شو بانل اللوحات بتاعتي. طبعا اللوحات اللي ظاهره معايا هنا هي اللوحات الخاصه بالتاب اللي انا واقف عليها.
ادي مثلا لوحه الانوتيشن، لو دوست كليك عليها برضو لوحه البلوك احنا مش هنحتاجها دلوقتي، والبلوك بس عايزين نفهم ان كلمه بلوك او معناها كتله، ودي الرسومات الجاهزه اللي انا ممكن استخدمها اللي احنا بنقولها بالعربي بلوكات، اللي ممكن استخدمها داخل الملف بتاعي، واشهرهم تبقى البلوكات المعماريه. لو عايز احط مثلا كرسي، عايز احط ترابيزه، عايز احط باب، عايز احط شجره مثلا في واجهات عربيه اشخاص، نشوف الكلام ده ان شاء الله بالتفصيل. طبعا البلوكات مش بلوكات معماريه بس، في بلوكات في جميع التخصصات حسب الرسم بتاعي، وليكن اشهرهم هي البلوكات المعماريه او الكتل المعماريه اللي هي الرسومات الجاهزه اللي ممكن استخدمها على طول معايا في المشروع بدل ما اقعد ارسم. هنشوف برضو بعدين ازاي ننزل البلوكات دي وازاي ممكن اعمل بلوك. اللوحه الرابعه بتاعتي هنا والمهمه اللي برضو لازم اسيبها موجوده، اللي اسمها بروبرتيز او خصائص. خصائص اي عنصر انت بترسمه داخل ملف الاوتوكاد بتتلخص في ثلاث حاجات، اللي هم بالترتيب الاوبجكت كلر او لون العنصر، لاين ويت او سمك الخط المستخدم في الرسم، لاين تايب او نوع الخط المستخدم في الرسم، هاي الخط بتاعك كونتينوس، هاي الخط داش، هاي الخط دوتد، هاي الخط سنتر. وانا هنشوف برضو الكلام ده ان شاء الله بعد كده بالتفصيل، كل ده بس اوفر فيو كده او نظره عامه على محتويات الشريط بتاعنا. برضو الجروب انا ممكن ما استخدموش دلوقتي، فممكن ان احنا برضو طبعا تخفيه او تظهره، دي حاجه يا حريه شخصيه يعني مش شرط، انا بس عشان يبقى ظاهر معايا بس الكلام اللي انا ايه هتكلم عليه اثناء الكورس عشان الناس تبقى مركزه معايا. اليوتيليتيز بتحتوي على بعض الاوامر برضو المساعده هنستخدمها برضو ان شاء الله في الكورس فهنسيبها. كليب بورد بتحتوي على اوامر النسخ والنقل، بس هنا مش نسخ ونقل داخل نفس الملف، لا نسخ ونقل ما بين الملفات وبعضها. يعني لو عايز انسخ عنصر او مجموعه عناصر من ملف لملف تاني، هقدر هنا استخدم امر كوبي او كنترول سي زي الويندوز كده، واقدر اعمل بعد كده بيست. لو عايز انقل اقدر استخدم امر كات، وفي برضو معايا امر اسمه ماتش بروبرتيز، واللي هو باخد نسخه من خصائص عنصر اوقعها على عنصر تاني. ان شاء الله برضو هنشرح الاوامر دي بالتفصيل بعد كده. ده نظره عامه كده او اوفر فيو سريع على كل محتويات الشريط بتاعي اللي هو الريبون، واهم تابه هنستخدمها اللي هي التابه اللي اسمها هوم. نيجي بعد كده بقى لصفحه الرسم بتاعتنا، دي الصفحه اللي احنا بنرسم جواها واللي بنسميها دروينج اريا، دروينج اريا او مساحه الرسم. في الدروينج اريا اول حاجه بتلاقي فوق هنا 2 دي، يعني انت شغال 2 دي، وده توب اللي هو المسقط الافقي بتاعك. طبعا في هنا في اليمين جزء هنا بنسميه الكيوب او المكعب، ده مش هيفيدني في حاجه في ال2 دايمنشن، يعني فايدته اكتر في ال3 دي عشان اشوف ايزومتريك او اشوف واجهات، لكن في ال2 دي مش هيفيدني بحاجه خالص، فيعني ممكن حتى نستغنى عنه خالص ان انا اخفيه خالص من قدامي. طب اخفيه ازاي ده يا باشمهندس لو حبيت ان انا اخفيه؟ عشان ممكن مثلا واحد يتلخبط يجي مثلا يدوس كليك في اي مكان مثلا كده، انت كده مثلا وقفت في ايه؟ في واجهه ثانيه او وقفت في ايزومتريك ثاني، فما تبقاش عارف تتصرف ازاي. طبعا هي ليها تصرف سهل قوي، ان انا ممكن ادوس كليك هنا على ايه؟ على الهوم، الهوم هنا يبتدي يديك ال3 دايمنشن بقى. لو دوست على التوب يبتدي يرجعك للايه؟ لل2 دي بتاعك تاني. عشان ما نتلخبطش في الجزئيه دي او ما يبقاش فيها عندي اي مشاكل بالنسبه لنا عشان ما حدش يتلخبط فيها، ممكن ان انا اروح من التاب اللي اسمها فيو واخش على اليوزر انترفيس. هلاقي عندي هنا حاجه اسمها يوزر انترفيس او واجهه المستخدم، هلاقي هنا الفيو كيوب المكعب بتاعي اللي انا اقدر ارسم منه الواجهات او ال 3 دايمنشن، ممكن ان انا اشيل علامه الصح دي فبيختفي معايا الكيوب بتاعي. طبعا ده شريط اسمه نافيجيشن بار، ده برده ممكن ان احنا نستخدمه في عمليه الزوم والبان، برده هنتكلم عنه. وممكن برده لو انا مش محتاجه ممكن برده من يوزر انترفيس الغي النافيجيشن بار من هنا.
طبعا ممكن برضو ان انا اقفله من الايقونه الصغيره دي. طبعا معنى ان انت بتدوس كليك او كلوز على الايقونه دي معناها ان انت بتقفل الفايل او الملف اللي مفتوح قدامك. طبعا ده في حاله لو في اكتر من ملف مفتوحين وانا عايز اقفل واحد، ممكن اقفله من هنا بدل ما اقفل البرنامج من فوق خالص، يعني الايقونه دي بتقفل البرنامج بكل الملفات اللي مفتوحه جواها، اما الايقونه دي بتقفل بس الملف اللي انت واقف عليه دلوقتي. ده بالنسبه لمساحه الرسم او مساحه العمل بتاعتنا دلوقتي. زي ما قلنا المساحه بيبقى الباك جراوند بتاعتها بلون اقرب للون البلاك، وممكن ان انت تغير الباك جراوند دي، بس ما افضلش ان احنا نغيرها يعني، لان كده كده دي افضل باك جراوند نشتغل عليها. دايما الباك جراوند الفاتحه بتبقى متعبه شويه للعين. هلا بس نعرف مع بعض ازاي ممكن اغير الباك جراوند بتاعتي. لو دوست كليك هنا على الابلكيشن منيو ورحت على الامر اللي اسمه اوبشنز، هيظهر معايا ويندو اسمها اوبشنز. هنروح المره دي بقى على اللي احنا اتكلمنا هنا في الاوبن والسيف، على الجزء بتاع الاوتوماتيك سيف والباك اب. هنتكلم دلوقتي في التابه بتاعه الديسبلاي على جزء خاص بالباك جراوند بتاع او الخلفيه بتاعه ملف الرسم بتاعي. هنروح على امر هنا اسمه كالرز، هنروح على امر اسمه كالرز، هيبتدي يفتح معايا ويندو اسمها دروينج ويندو كالرز، وهنا الانترفيس اليمنت او العناصر اللي موجوده معايا في الواجهه، واول امر معايا اليونيفورم باك جراوند، يونيفورم باك جراوند اللي الكلر بتاعها اهو زي ما قلنا هو مش لون بلاك بالظبط، هو لون اقرب الى البلاك، واخد ثلاث درجات. ثلاث درجات دول اللي فيكم اخد فوتوشوب او عنده فكره عن الفوتوشوب، الدرجات اللونيه الاساسيه اللي هي الريد والجرين والبلو، لما تمسك الدرجات دي مع بعض يطلع الدرجه دي. طبعا الدرجات بتبقى من 0 لغايه 255. ما علينا، المهم الثلاث درجات دول طلعوا اللون هنا اللي هو لون اقرب للبلاك، زي ما شايفين في عندي هنا لون بلاك اهو، وفي عندي الوان ثانيه، وممكن سيلكت كلر تختار برده الوان ثانيه مختلفه. زي ما قلت اهو، ادي اي درجه لون هي مزيج ما بين الريد والجرين والبلو بدرجات معينه. ما هنا انا ما يهمنيش بقى كل الكلام دوت. طبعا يفضل ان انا اسيب الكلام ده بالافتراضي او اختار اي لون تاني انا عايزه لو انا عايز. في ناس بتحب تشتغل على الوايت، انا شخصيا بحب اشتغل على اللون الافتراضي للبرنامج او اللون البلاك. لو قلت له وايت تعالوا نجرب كده ابلاي اوكي، ادي الخلفيه بتاعتي باللون الوايت او الباك جراوند البيضه بتاعتي. هنلاقي هنا في مربعات، هنتكلم نعرف ايه المربعات دي دلوقتي. المهم ان الخلفيه بقت بلون وايت او لون ابيض. لو حبينا نغيرها تاني ممكن ارجع تاني من اوبشنز، تاني ديسبلاي كالرز. لما رجعت هنا بقى لقيته لغى اللون الافتراضي للملف بتاعي، جاب لي بس الالوان الاساسيه ريد يلو جرين سيان لغايه البلاك. طب انا ممكن اعمل ايه عشان ارجع اللون الاصلي يا باشمهندس؟ ادي لو انت عدلت او لعبت باي خاصيه هنا ممكن ترجع الخصائص الافتراضيه للبرنامج بضغطه واحده بس، ومجرد ما تقول له ريستور كرنت اليمنت، رجع العنصر بتاعي دوت للافتراضي بتاعه او للايه للاساسي بتاعه. بالفعل هو رجع معايا وخد الكلر بتاعه. حاجه ثانيه عايزين نغيرها اللي هي الكلر بتاع الكروس اللي انا ماسكه ده، او على فكره كان الافتراضي بتاعه وايت غالبا انا غيرته، هرجعه تاني الاول. ده بنسميه الكروس هير او مؤشر الحركه، وده اللي انا بستخدمه في الرسم او في التعامل مع كل اوامر الاوتوكاد. طبعا الافتراضي ان هو بيبقى بالكلر وايت، و الكروس ده بيبقى بالسايز اللي انتم شايفينه دوت. في امكانيه ان انا اكبر السايز شويه او اصغره شويه او اغير في الكلر بتاعه، وان كان برضو دي اوبشن يعني كان بي نجلكت ممكن تجاهلها، بس برضو نعرف بتيجي منين.
لو دخلت هنا في الابليكيشن مينيو ورحت هنا على امر اسمه اوبشنز، برضو من التاب اللي اسمها ديسبلاي هلاقي هنا كروس هير سايز، حجم المؤشر بتاعي باي ديفولت بيبقى 5، ممكن تكبره كده شويه مثلا حسب ما انت عايز. طبعا انا ما بفضلش خالص ان انا استخدمه كده، فيفضل برضو ان احنا نرجعه تاني للديفولت بتاعي اللي هو 5. وممكن كمان اغير في الكلر بتاعه من نفس المكان، من كلرز تحت الباك جراوند هنلاقي ايه بقى؟ كروس هيرز، وادي الالوان بتاعتي. وممكن برضو ان انا اغير اي لون، برضو ما يفضلش يعني، بس ايه كمعلومه للعلم بالشيء مش اكتر. نرجع الكلام ده تاني زي ما كان من كلر، وارجعه تاني وايت. طب انا مش فاكر الافتراضي بتاعه كان ايه، زي ما قلنا بعمل ايه؟ ريستور كرنت اليمنت، او رجع الاليمنت دي للايه؟ للافتراضي بتاعه. طيب ده بالنسبه لايه؟ مساحه الرسم بتاعتي. في الشمال هنا بيبقى فيها ايقونه اسمها يو سي اس ايكون، او ايقونه الاحداثيات يوزنج كوردينيتس. طبعا في 2 دي ما بتهمنيش قوي لان انا كده كده شغال اكس وواي، بس تهمني في 3 دي لان بيبقى فيه كوردينيت تاني او احداثي تاني اللي هو زد، فبقى محتاج اشوف انا واقف في انهي ايزومتريك او واقف في انهي وجهه. تحت خالص بالنسبه بقى للمربعات اللي موجوده قدامي دي دلوقتي، تحت خالص هنلاقي في شريط بنسميه شريط الستيتس بار او شريط الحاله. الشريط دوت في الشمال بيحتوي على ايقونه صغيره كده اسمها دروينج كوردينيت، اللي هي لما بتشاور على اي نقطه عندك جوه صفحه الرسم بيكتب لك تحت الكوردينيت بتاعتها اكس واي وزد. طبعا دي انا ممكن اوقفها بان انا جاست ان انا بدوس كليك بس عليها، فما بتبقاش بقى ايه تلقط اي نقط، دوست كليك تاني شغاله معايا ومش هتفيدني برده في حاجه قوي. الجزء اللي بعد كده دوت بنسميه شريط الهيلبرز او الاوامر المساعده، الهيلبرز او الاوامر المساعده. ودي لما بتنزل الكاد لاول مره بتبقى ظاهره معايا ايقونات بالشكل اللي قدامي ده كده، وكل ايقونه انا بشاور عليها يبتدي يجيب لك اسم الامر تحتها ايه. طبعا انا افضل للناس البيجينرز كلهم او المبتدئين ان هم ما يشتغلوش بالشكل دوت. طبعا قلنا دي اوامر مساعده عندي في الرسم، هنشوف بتعمل ايه. فيفضل نعمل ايه؟ نعمل رايت كليك كده على اي ايقونه، هتلاقي عندك قائمه فرعيه امر اسمه يوز ايكونز، ده الامر اللي متنشط دلوقتي. انا هدوس كليك الغي تنشيطه، فيبتدي يظهر معايا الايقونات دي بالاسماء بتاعتها. يعني كل ايقون من دول بدل ما هي واخده رمز او صوره او ايقونه تبقى واخده الاسم بتاعها على طول، فاقدر على طول ان انا لما اقول لك الامر اللي انا عايزه هو امر كذا اقدر اوصل له على طول. طبعا اي امر لونه جراي كده يعني امر مش متنشط، اي امر بخلاف الجراي معناه ان هو نشط معايا دلوقتي. انا هلغي كل الاوامر دلوقتي لغايه ما نتعرف عليهم ان شاء الله بالترتيب اثناء الكورس، ما عدا امر بس اسمه جريت نتعرف عليه دلوقتي، وده هو اللي ظاهر لي الشبكه اللي قدامي دي او المربعات اللي قدامي دي اللي هي عامله زي ورقه رسم بياني. المربعات دي بيبقى لها مسافات معينه ممكن ان انا اشتغل بيها والقط المسافات بتاعتها، هنتكلم برضو على الكلام ده بعدين، بس مبدئيا دلوقتي ممكن ان انا الغي الجريت دوت. ده لو انا شغال على طول، لان انا ما بحتاجوش الا في حالات نادره قوي او حالات معينه قوي ممكن احتاج فيها الجريت، لكن فور جنرال ما بحتاجش اوبشن جريد. مبدئيا لغينا كل الاوبشن لغايه ما كل اوبشن نحتاجه نبتدي ان احنا نظهره في ساعته ان شاء الله. نيجي بقى لاهم شريط عندنا، الشريط دوت اللي بنسميه الكوماند لاين، شريط الكوماند لاين او شريط الاوامر او سطر الاوامر. طبعا هو في الاول خالص بيبقى بالمنظر دوت. انا ممكن اجي في النهايه خالص كده بعد ايقونه كلوز ادوس كليك وابتدي احركه تحت شويه بحيث ان انا ابقى شايفه اكتر من سطر، وممكن برده افتح المساحه دي بحيث ان انا ابقى شايف برده سطور كتير
لان في الاوامر بتاعتي هنحتاج ان انا ابقى شايف اكتر من كده. طب هو ايه الكوماند لاين ده بقى يا باشمهندس وايه وظيفته؟ برضو كمعلومه ليكم ممكن هنا من اوبشن كده عشان برضو لو حد مش شايف كويس، ممكن هنا من ديسبلاي من فونت، ممكن الفونت المستخدم في الكتابه في الشريط ده ممكن اكبره شويه من هنا، ممكن ادي مثلا بولد، ممكن اغير مثلا نوع الخط المستخدم كبر شويه او ميل. ايه بقى فايده الكوماند لاين بتاعي؟ ايه فايده الكوماند لاين بتاعي؟ قال لي فايده الكوماند لاين او اهميه الكوماند لاين ان اي امر انت بتستخدمه في الكات كوماند لاين ده كانه هيلبرز او مساعد ليا. ازاي يا باشمهندس؟ يعني لما بتختار اي امر عشان تنفذه بتلاقي مجموعه خطوات في الكوماند لاين، لو نفذت الخطوات دي هتنفذ الامر. على سبيل المثال وليس الشرح، لو انا عايز ارسم خط مستقيم بدون معرفه ابعاد ولا اي حاجه، كمعلومه تانية برضو عايزين نعرفها ان اي امر انت بتشاور عليه في شريط الريبون بيبتدي يجيب لي زي هنت كده او معلومه بتقول لي الامر ده بيعمل ايه او بينفذ ايه. زي مثلا هنا اهو الامر ده لرسم الايه؟ اللاينز او الستريت لاين او الخطوط المستقيمه. ومديك سامبل اهي. دوست كليك على لاين. انا ما اعرفش الامر بيتنفذ ازاي او اعمل ايه. ابتدي اتوجه على طول للشريط الكوماند لاين. بيقول لي ايه في الكوماند لاين؟ بيقول لي سبيسيفاي فيرست بوينت، يعني عين اول نقطه. طبعا اي خط مستقيم بيتعين بتو بوينت. فهو قال لي عين اول نقطه. انا لسه ما عرفتش ازاي اعين نقطه، انا بجرب. دوست كليك في اي مكان جوه صفحه الرسم. تتحرك اهو بالمؤشر بتاعي، الكروس بتاعي، بيفتح لي خط فعلا اهو او بيشد لي خط. طب اعمل ايه بعد كده برضه؟ انا ما اعرفش اعمل ايه، اتصرف ازاي؟ قال لي هو سبيسيفاي نيكست بوينت، عين تاني نقطه. عين تاني نقطه، انا نفذت الكلام اللي هو بيقوله. بالفعل رسمت خط مستقيم. رسمت خط مستقيم، بس هل خرجت من الخط المستقيم؟ هل ما رسمش حاجه بعد كده؟ لا، لسه الامر شغال معايا، لسه بيقول لي نيكست بوينت، لسه عايز نقطه ثانيه. طيب يا باشمهندس لو انا مش عايز ارسم نقطه ثانيه اتصرف ازاي؟ قال لي في قاعده بتقول لو انت دلوقتي، هقول شويه قواعد كده، لو انت دلوقتي بتنفذ امر في الاوتوكاد وفي خطوه من خطوات الامر ده مش عايز تنفذها، دوس زرار سبيس من الكيبورد، دوس زرار سبيس او انتر من الكيبورد فيخرج من الخطوه بتاعتي. طبعا بقى يخرج من الخطوه دي لو في خطوات بعدها هيجيبها لك، لو دي اخر خطوه يبقى بيخرج من الامر خالص. بالفعل دي كانت اخر خطوه، خرج من الامر خالص. طب يا باشمهندس انا عايز دلوقتي اكرر اخر امر عندي. عايز اكرر اخر امر عندي. اعمل ايه؟ لو عايز اكرر اخر امر انا نفذته، بدل ما ارجع استدعي الامر تاني من الشيت اللي انا عايزه، لا انا ممكن برضو دي قاعده تانيه، ممكن ان انا ادوس من الكيبورد على سبيس او انتر. بالفعل اهو كرر لي امر اللاين بتاعي. بالفعل كرر لي امر اللاين بتاعي. طيب لو انا هنفذ امر اللاين تاني برضو معايا فيرست بوينت سكند بوينت مثلا، لسه بيقول لي نيكست بوينت، هكمل المره دي كده نيكست بوينت نيكست بوينت. طب تعالوا بقى نشوف ايه الاوامر اللي ما بين اقواس دي. اي لو جه اوامر ما بين اقواس يبقى انت كده مش هتنفذ الجزء الاول من الامر، يعني ينفذ ده ينفذ حاجه ما بين قوسين اللي هي بعد كلمه او. طبعا دي قواعد برضو عامه في اي امر بعد كده. يعني على سبيل المثال هنا انا ممكن اعمل اندو، يعني اخرج او سوري اعمل تراجع عن النقطه اللي انا عينتها له دي قبل كده. ازاي؟ ممكن ادوس كليك على طول على امر اندو، او اكتب الحرف الكابيتال وادوس سبيس من الكيبورد. ممكن ادوس كليك على امر اندو، بحيث ان انا ادوس كليك على الامر دي، ده اوبشن ظهر من اول كاد 2013 بس. بالفعل هو عمل لي امر ايه؟ اندو. طب هجرر تاني اهو. طب عايز اعمل كلوز، اقفل الشكل بتاعي ارجع لاول نقطه بادئ منها. تمام كده؟
ده بالنسبة لكيفية التعامل مع الكوماند لاين في الأوامر بتاعتي، إزاي الخطوات بتاعت الكوماند لاين أنفذها، إزاي لو في أوامر ما بين قوسين أقدر أختار أي أمر بإني بدوس كليك على الأمر اللي أنا عايزه أختاره. طبعا لو هنفذ أمر ما بين قوسين يبقى أنا مش هنفذ الخطوة الأولانية في الأمر أو الافتراضي بتاع الأمر، أو بكتب الحرف الكابيتال اللي موجود في الأمر، وغالبا بيبقى أول حرف باللون الأزرق، ممكن يبقى حرف أو اتنين أو تلاتة حسب الأمر بتاعي، وبدوس اسكيب. يا ريت كده لو حد عنده أي أسئلة في الكلام اللي قلناه ناخد دقيقة كده نشوف لو في حد عنده أي استفسار أو أي سؤال، ولو مفيش أسئلة يا ريت الناس كلها تدوس رقم واحد. طيب تمام، هو واضح إن مفيش أسئلة. ممكن تقول معناها إيه أندو؟ أندو معناها تراجع عن الخطوة اللي أنت عملتها. قلت في الأول خالص برنامج الأوتوكاد أستاذ عادل هو برنامج رسم هندسي أقدر أستخدمه في رسم جميع الرسومات الهندسية باختلاف التخصصات بتاعتها، وممكن أستخدمه حتى في الرسم الجنرال العادي. أستاذة سحر أنا مش فاهم سؤالك برضو، إيه هو السؤال؟ تدريس؟ أه لو حضرتك بتدرسي كورسات خاصة، أه طبعا الأوتوكاد ممكن تدرسيه في المراكز الخاصة. هو الكورس ده بيفيد المدربين اللي هيدرسوا بعد كده او الايه الطلبه ان شاء الله او المستخدمين اللي هيستخدموا الكاد. في حد عنده سؤال تاني؟ الاكس ريفت هو مش موجود عندي في الكورس، بس هحاول لو في وقت ان شاء الله في الاخر هبقى انوه عن الاكس ريفت ان شاء الله. الخلفيه البلاك فيها مشاكل؟ هي افضل خلفيه هي الخلفيه البلاك. حابب عايزه اتغير خلفيه ليه؟ اه طبعا الاوتوكاد فيه 3 دي وفيه 2 دي، بس احنا هنشرح كورس ال 2 دي بس. يمكن انا نوهت عن كده في الاول خالص. الكورس غالبا هيبقى من 5 ل 6 محاضرات. لو احتاجنا اكتر من كده هناخد محاضرات زياده ان شاء الله. ها في اسئله تاني؟ طيب خلاص بقى كده نبتدي نشتغل، اتمنى اكون غطيت كل الاسئله. طيب بسم الله كده معايا، نرجع تاني معايا بقى الناس. هناخد كام يوم في الاسبوع اسلام؟ مبدئيا دلوقتي السبت بس يا اسلام من كل اسبوع، عشان بس زي ما قلت في الاول خالص انا محاضر كمبيوتر في هندسه القاهره، فانا ملتزم يوميا بمحاضرات من الصبح لغايه بالليل، وطبعا احنا داخلين على موسم الصيف دلوقتي، فانا هكون مشغول جدا من 9 الصبح ل 9 بالليل، فيوم السبت هو اليوم الوحيد اللي ممكن ابقى متواجد فيه. ويعني برضو متواجد دلوقتي عشان مفيش محاضرات، يمكن النهارده ممكن من الاسبوع الجاي برضو يبقى فيه كورسات، فلو ان شاء الله لو حصل تغيير في الميعاد لاي سبب الدعم الفني ان شاء الله هيبلغكم باذن الله. بس هو مبدئيا ميعادنا السبت من كل اسبوع الساعه 8. اسئله تاني؟ تمام. طيب نكمل بقى مع بعض. جزاك الله خيرا واياكم. بسم الله. طيب معايا بقى يا شباب، ده بالنسبه لكيفيه التعامل مع الكوماند لاين او سطر الاوامر بتاعتي، وطبعا الملاحظات او القواعد اللي انا قلتها دي شغاله معايا بقى اثناء الكورس او اثناء ما انت بتتعامل مع الكاد عموما. بقى بعد كده لازم تفهم الملاحظات اللي قلتها لك، لو اخترت الامر تبتدي تبص على الكوماند لاين، لو اي امر عايز تخرج منه او من خطوه معينه من خطواته تدوس سبيس او تدوس انتر، لو اي امر عايز تكرره بعد ما خرجت منه ممكن تدوس سبيس برده او انتر، اي امر ما بين قوسين يدوس كليك على، طبعا في الكوماند لاين يدوس كليك على الامر بتاعي، يا بكتب الحرف الكابيتال اللي في الامر وبدوس سبيس، وان كان طبعا الاسهل اني ادوس كليك على الامر. طيب طبعا ده بالنسبه لاي امر بقى ممكن نستخدمه بعد كده، انا بس بدي از اكزامبل على امر لاين، وخد بالك انا لسه ما بداتش اشرح برده امر لاين، انا بدي بس ايه ازاي تتعامل مع الكوماند لاين او مع سطر الاوامر في برنامج الاوتوكاد. طبعا الكوماند لاين ده من ايه من الحاجات الجميله قوي اللي عاملينها في الكاد، اللي هي بتسهل عليا في الشغل، حتى ناس كتير قوي من المهندسين ممكن ان هم يبقى برنامج بالنسبه لهم سيلف ستادي او يدرسوه او يذاكروه لوحدهم حتى من اسطوانه تعليميه مثلا او من شغل تعليمي كده زي ايه؟ زي المحاضرات اللي هي اونلاين. طيب بالنسبه لو انا دلوقتي رسمت حاجه وحبيت ان انا اعمل زوم، لو حبيت ان انا اعمل زوم، زوم في حد ذاتها كامر يحتمل كذا حاله، زوم ان
زوم اوت، زوم اكستنس، انت عايز تعمل ايه بالظبط. بالنسبه للزوم ان، طبعا زوم مش معناها ان انا بكبر حجم الخطوط، لا معناها ان انا بكبر شكل الخط او العنصر قدامي على الشاشه كرؤيه كفيو مش اكتر. في طريقه سهله قوي للزوم، ان انا بشاور بالكروس بتاعي على عنصر او مجموعه العناصر اللي عايز اعمل لها زوم، واتحرك بالسكرول اللي هي البكره اللي موجوده في الماوس لفوق، فيبتدي يكبر لي العنصر قدامي على الشاشه. ده بنسميه زوم ان. لو عايز اعمل زوم اوت، ممكن اتحرك بالسكرول اللي هي البكره اللي موجوده في الماوس لتحت، برضو بيعمل لي زوم اوت. بس لازم اكون مشاور على الحاجه اللي انا هعمل زوم عليها، يعني ما اقولش انا مشاور بالماوس هنا وعايز اعمل زوم على العنصر ده، لا كده غلط الكلام. لازم اشاور على العنصر اللي هعمل عليه زوم. يبقى سكرول لفوق زوم ان بعد ما شاور، سكرول لتحت زوم اوت. طب لو دوست على السكرول، قلنا السكرول عشان ما يعرفش البكره اللي في الماوس، لو دوست على السكرول ضغطتين ورا بعض، كليكتين ورا بعض على السكرول، يعمل لي ايه؟ يعمل لي حاجه اسمها زوم اكستنس. ايه زوم اكستنس دي بقى يا شباب؟ بيعمل زوم على حدود الرسم بالكامل. انا راسم مشروع كبير، راسم حاجات كتير قوي في الفايل، وهي اشوف كل اللي انا راسمه في الفايل، اقدر اعمل كليكتين على البكره في اي مكان بقى ما يشترطش فين بالظبط. اقدر كمان ان انا لو عملت زوم ان او زوم اوت، اقدر احرك الرسم يمين او شمال او فوق او تحت حسب ما انا عايز، باني بضغط على السكرول اللي موجود في الماوس ضغطه واحده وافضل ضاغط عليه، فبيظهر لي شكل الهاند او الايد دي، وانا ضاغط ببدا اتحرك بالماوس بتاعي مكان ما. حتى هيقول لي يا باشمهندس، هو ليه الاكس والواي دي بتتحرك معايا؟ لان من المفترض ان الاكس والواي دي منجذبه للاورجن او نقطه الزيرو والزيرو. فانا لما عملت بان، بان دي اللي هي الحركه اللي احنا عملناها دي بنسميها بان، ان انا ادوس كليك على البكره واتحرك، لما عملت بان انا غيرت في اماكن الرسم على الشاشه، فتغير اماكن النقط قدامي على الشاشه، فبالتالي الاكس والواي مكانها بدل ما كانت موجوده في الكورنر هنا اتحركت معايا. طب لو انا مش عايزها تتحرك معايا يا باشمهندس اعمل ايه؟ عايزين برضو ناخد قاعده ثانيه يا ريت نفهمها معايا، ان اي امر في الكاد ليه اختصار، اي امر في الكاد ليه اختصار من الكيبورد. على سبيل المثال مثلا امر لاين ليه اختصار، امر سيركل ليه اختصار، وهكذا. لغايه كاد 2012 كان عشان تعرف الاختصار ده كان في مكان تعرف منه الاختصارات، او انا لازم اقول لك الاختصارات ايه، او ادي الناس مثلا اكسل شيت في كود الاختصارات بتاعه، في مكان جوه الكاد برضو تقدر تعرف منه الاختصارات. لكن في 2013 سهل عليا الموضوع ده قوي، بان انا بمجرد ما ابدا اكتب اول حرف في الامر اللي انا عايز اعرف اختصاره، بيجيب لي لسته في الكوماند لاين فيها كل الاوامر اللي بتبدا بالحرف ده، واول امر موجود في الليسته دي اللي متعلم بلون ابيض هو اللي اختصار الحرف اللي انا كتبته دوت. يعني مثلا على سبيل المثال امر لاين اختصاره ايه؟ حرف ال. وهكذا بقى امر اللير اللي بعده ال ايه؟ وهكذا. يعني ممكن اوامر يبقى ليها اكتر من حرف. طيب يا باشمهندس لو عايز مثلا اعمل امر اسمه كوبي، كتبت اول حرف سي، جالي كوبي اول واحد؟ لا ما جاش. في الحاله دي اعمل ايه؟ اكتب الحرف اللي بعده لغايه ما يجي الامر. في بعض الاوامر بيبقى اختصارها حرفين ثلاثه واربعه واكتر من كده كمان. يبقى كقاعده كده ناخدها، انا مش شرط في اوتوكاد 2013 ابقى حافظ اختصار الامر ايه. لو انا مش عارف ابتدي اكتب اول حرف من الامر في الكوماند لاين. ما جاش هو الاختصار حرف اللي بعده، ما جاش اللي بعده، وهكذا. طب جه اختصار الامر مثلا كتبت ال، جه الامر بتاعي يا اما ادوس سبيس او انتر، يا اما ممكن اعلم عليه بالايه، بالكوماند لاين بالماوس، وان كان طبعا سبيس او انتر اسهل. دي الاختصارات بتاعه الاوامر من الكوماند لاين. طبعا انا لسه ما نفذتش اي خطوه من الامر، ممكن حتى اخرج باسكيب على طول من الكيبورد. لو ما نفذتش ولا خطوه ومش عايز انفذ الامر خالص، ممكن اخرج باسكيب من الكيبورد. اسكيب مش سبيس، اسكيب اللي هو اخر زرار فوق خالص على الشمال الكيبورد. طيب نرجع تاني بقى، انا بقول الكلام ده ليه؟ عشان اوصل للجزئيه بتاعه الايكون دي اللي سميناها يو سي اس، ودي بتكتبها من الكيبورد يو سي اس ايكون. هكتبها بقى بالكامل لان هي اختصارها بيتكتب بالكامل، يو سي اس ايكون او ايقونه الاحداثيات. وقلنا كتبت اختصار الامر بتدوس انتر او سبيس. في عندي هنا بقى
الاوبشن بتاعه اليو سي اس ايكون اون او اوف، تبقى ظاهره ولا تبقى مختفيه. هي دلوقتي منجذبه للاورجن، منجذبه للاورجن، يعني هي دلوقتي اورجن. انا ممكن اقول له ايه؟ نو اورجن. فلما قلت له نو اورجن ما بقتش منجذبه للاورجن، وبقت عندي ايقونه او مجرد ايقونه عندي تحت خالص في الشمال. طيب بالنسبه لو انا قلنا عايز اكرر الامر تاني، ممكن اعمل فيس، ممكن ارجعها تاني اورجن ما بين قوسين اهو، ترجع تاني الايكون تنجذب للاورجن او الزيرو والزيرو. انجذابها للاورجن او الزيرو والزيرو معناه ايه؟ ان انا بتحرك بالسكرول بتاعي زوم ان زوم اوت، بان اليو سي اس ايكون بيتحرك معايا لان انا بغير اماكن النقط عندي على الشاشه. فانا مش عايز الكلام دوت، يبقى انا دلوقتي مفترض ان انا اختار الامر اللي اسمه يو سي اس ايكون، او اكتبه من الكيبورد واشيل انجذاب اليو سي اس ايكون دي للاورجن او للزيرو والزيرو في التقاطع هنا من ايقونه اسمها نو اورجن، بحيث ان يبقى في حريه في الحركه واليو سي اس ايكون ما تضايقنيش انها بتتحرك معايا. طيب ده بالنسبه لليو سي اس ايكون وكيفيه ان انا اخليها منجذبه للاورجن باورجن او غير منجذبه للاورجن بنو اورجن. طيب وبالنسبه للزوم تاني، زوم ان سكرول لفوق، زوم اوت سكرول لتحت، مع المراعاه اكون مشاور في المكان اللي هعمل فيه السكرول الزوم. كليكتين على البكره زوم اكستنس، كليك على البكره مع الضغط او السحب بالماوس بنسميها بان. اقدر اعمل كل الاوامر دي من ايقونتين هنا موجودين في شريط النافيجيشن، ايقونه البان. بس تدخل بالك انت كده مستخدم امر، مكتوب عندي الامر ده فين؟ في الكوماند لاين. فلما ابتدي اخلص البان لازم اخرج من الامر بزرار سبيس، مش زي بقى ان انا بضغط على البكره فمعايا البان بمجرد ما اشيل ايدي من على البكره اتلغى. لا، انت كده مختار هنا امر كانه امر زي الاوامر اللي موجوده هنا، فاخرج منه بسبيس بعد ما اخلص البان. نفس الكلام هنا في اوامر الزوم، زوم اكستنس ان انا بعمل زوم زي ما قلنا على حدود الرسم. ممكن انا اعمل هنا زوم ويندو، ان انا اعمل ويندو كده حوالين جزئيه معينه فيبتدي يزوم لي عليها. ممكن اعمل زوم بريفيوس يرجع للزوم اللي قبل كده. ممكن اعمل زوم ان او زوم اوت، زوم ان بيكبر 100 200% وزوم اوت بيصغر 50%. وان كان طبعا افضل طرق لعمل الزوم هي السكرول بتاعي، ودي اسهل طرق لعمل الزوم في اي مكان انا عايزه دون الاستخدام الاوامر اللي هي الزوم. برضو لو حد عنده سؤال في الجزئيه دي يبتدي يسال يا شباب. اليو سي اس مره ثانيه، طب قلنا ثاني اليو سي اس اللي هي ايقونه الاحداثيات اليوزنج كوردينيتس، قلنا باي ديفولت هي بتبقى منجذبه للاورجن، للزيرو والزيرو يعني نقطه الاورجن. فلما بعمل زوم او بان ممكن انها تتحرك معايا. فانا بعمل ايه؟ انا بكتب امر في الكوماند اسمه يو سي اس ايكون، اللي هو معناه ايقونه اليو سي اس اللي هي ايقونه الاحداثيات. بعمل سبيس بيبتدي يظهر لي كل الاوبشن بتاعه اليو سي اس. اوبشن اللي تهمني هم اربعه، اون واوف ونو اورجن واورجن. اوف يعني انت بتخفيها خالص، ما تبقاش ظاهره قدامك خالص. خلاص بقى زوم ان زوم اوت مش مشكله. نكرر الامر تاني بالسبيس زي ما اتعلمنا. اون يعني تظهرها موجوده قدامك. اورجن معناها زي ما قلنا قبل كده بقى اختصار الامر ما بين قوسين، هو كاتب لك حتى هو الحروف الكابيتال عشان انت لو مش عايز تدوس كليك على الامر زي ما قلنا ممكن اعمل ايه؟ اكتب من الكيبورد الحروف. زي ما قلنا هو حرف او اثنين وفي اوامر ثلاث حروف اهو زي اوف باين قدامي اهو. اوامر الكابيتال كلها بتبقى مكتوبه باللون الازرق اللي قدامنا ده يا شباب، ده في اي امر في الكاد بعد كده برضه. مش شرط ان انا اكتب الحروف كابيتال، ممكن اكتبها سمول زي او ار اهو سمول. بقت منجذبه للاورجن. بصوا لان انا كنت عامل زوم وبان فاتغيرت مكانها لانها انجذبت لنقطه الاورجن او الايه؟ الزيرو والزيرو. اقدر تاني ان انا ما اخليهاش منجذبه بان انا اشيل الاورجن او اقول له نو اورجن. ها؟ في سؤال تاني؟
اكتبها يو سي اس ايكون. حد عنده اي سؤال تاني شباب؟ طب تمام، نبص بقى معايا. بعد ما عرفنا ازاي نعمل الزوم، نبتدي نعرف ازاي نعمل سيلكت، او ازاي اعمل تحديد. ازاي اعمل سيلكشن او تحديد للعناصر بتاعتي اللي موجوده في الرسم. اول طريقه، لو انا عايز احدد عنصر واحد بس، جاست ان انا بشاور على العنصر وادوس كليك. انا كده عملت سيلكت العنصر. اي عنصر بتعمل له سيلكت بتلاقيه ظهر بخط منقط كده، وتحط على العنصر ده مجموعه مقابض او مربعات زرقاء كده بنسميها مقابض او جريبس. طبعا دي ليها اهميه هنتكلم عنها بعدين. المهم لما بعمل سيلكت لاي عنصر بيظهر معايا بالشكل ده. طب عايز الغي اي سيلكت يا باشمهندس اعمل ايه؟ برضو بدوس زرار اسكيب، زرار اسكيب. طيب حددت عنصر وعايز احدد معاه اكتر من عنصر تاني، اعمل ايه؟ اعمل ايه لو عايز احدد معاه كذا عنصر؟ هل في داعي ادوس مثلا على زرار كنترول مثلا زي ما بنعمل في الويندو لما بحدد كذا ايقونه؟ اي لا، جاست ان انت بتدوس كليك تاني على العناصر اللي انت عايزها، مش اكتر من كده، بيبتدي يحددوا العناصر كلهم مع بعض. طيب يا باشمهندس انت اللي عندك هنا كلهم هم خمس لاين او خمس عناصر بس، لو انا عندي فايل فيه 30 40 عنصر عايز احددهم مع بعض، لازمة بالكامل بلام بالكامل عايز احدده مع بعض، اعمل ايه؟ طبعا مش معقول اقعد احدد عنصر عنصر او ساعه بس عشان اعمل سيلكت للعناصر. لا، ما ينفعش الكلام ده. يبقى نعمل اسكيب كده ونشوف بقى لو عايز احدد اكتر من عنصر ايه الطريقه الاسهل من كده. قال لي في طريقه ان انا اعمل ويندو حوالين العناصر بتاعتي. اعمل ويندو حوالين العناصر بتاعتي ازاي؟ قال لي في انك ممكن تيجي من يمين العناصر كده، شرط من يمين يعني من يمين الشاشه، لا العناصر هي اجي من يمينها وادوس كليك وابتدي اسحب بالماوس وانا دايس كليك، بيفتح لك مستطيل كده منقط لونه اخضر. طب لو عملت نفس الكلام من الشمال، فتح لي مستطيل منقط لونه ازرق. ايه الفرق بين ده وبين ده؟ ركز بقى معايا. اي لو عملت ويندو من اليمين، شايفين الويندو اللي انا عامله؟ الويندو دلوقتي مفيش ولا لاين موجود بالكامل جوه الويندو من اللي انا محددها. طبعا لاين بقى او اي عناصر، يعني لاين او ارك او سيركل بعد كده اي عناصر. مهم، مفيش ولا عنصر موجود بالكامل جوه الويندو. هل كل العناصر دي هيتحدد؟ العناصر كلها متقاطعه بس مع الويندو، في اجزاء منها متقاطعه مع الويندو. قال لي بمجرد ما تشيل ايدك من على الكليك كل العناصر اللي تقاطعت مع الويندو تحدد معايا. طب لو عملت نفس الويندو يا باشمهندس اللي من الشمال اللي لونه ازرق، بص بقى انا هنا عملت ايه؟ انا خليت خطوط متقاطعه وخطوط موجوده بالكامل جوه الويندو. ايه اللي يحصل؟ اللي يحصل هنا انه هيحدد بس العناصر اللي موجوده بالكامل جوه الويندو. طبعا الكلام ده بيفيدني جدا في البيانات الكبيره او الخطوط المتقاطعه الكتير، لو عايز احدد انا جزئيه معينه بس، جاست ان انا بعمل ويندو من الشمال على الجزئيه بس اللي انا ايه عايز احددها، بغض النظر بقى هي متقاطعه مع خطوط تانية او لا. لكن لو انا عايز احدد مجموعه خطوط متقاطعه مع بعض او جنب بعض، ممكن على طول بقى ويندو من اليمين بغض النظر الويندو جه حوالين العناصر كلها او تقاطع بس مع مجموعه من العناصر. ده بالنسبه لازاي اعمل سيلكت لعنصر او لمجموعه عناصر. طب عايز اعمل سيلكت للملف بتاعي كله، اعمل ايه؟ قال لي ممكن من الكيبورد تدوس كنترول مع حرف A. كنترول مع حرف الـ A، وده بيعمل حاجه اسمها سيلكت اول، يحدد لك كل الملف بتاعك او كل الرسم اللي انت رسمه داخل صفحه الرسم بتاعك. طيب يا باشمهندس عملت اي سيلكت وعايز احذف العناصر اللي انا حددتها، هو انا بعمل سيلكت ليه؟ عشان انفذ اي شغل عليها بعد كده، هنشوف ازاي. احذف، انقل، انسخ، اعمل اي حاجه انا عايزها بعد كده. يبقى سيلكت عشان اعمل تعديل معين على العناصر بتاعتي. اعمل تعديل معين على العناصر بتاعتي. طيب انا دلوقتي عايز اعمل تعديل واحد بس، اللي هو ان انا عايز احذف العناصر. احذفهم ازاي؟ قال لي انا الحذف ده مش امر تعديل،
ومش احنا قلنا، احنا بقى عايزين ايه، نحاول نفهم اللي انا بقوله مش نحفظه. قلنا ان اوامر التعديل بلاقيها فين؟ في الموديفاي. يبقى لما اقول لك اي امر تعديل هدوس على او هروح على البانل بتاعه الموديفاي. طب انا عايز اعدل في ايه الامر اللي هستخدمه؟ عايز امر حذف، هلاقي امر هنا اسمه ايه؟ اريز. اريز زي ما قلنا من شويه ان اي امر انت بتختاره بيبتدي يجيب لك زي هنت كده الامر بيعمل ايه. اهو قال لك الامر بيعمل ريموف للاوبجكت من الدروينج، بيحذف عناصر ومديك حتى سامبل الايه، السامبل اللي هو حددها دي لما نفذ امر اريز عمل ايه؟ حذفها له في الناحيه اليمين. هدوس كليك على اريز بعد ما عملت سيلكت حذف العناصر بتاعتها. طب احنا قلنا من شويه ان انا ممكن اعمل اندو ازاي او تراجع ازاي؟ ادي امر اندو اهو من الكيبورد من الايه؟ من شريط الايه؟ كويك اكسس. طب ممكن يا باشمهندس اجيب امر اندو من الكيبورد؟ امر اندو من الكيبورد بيجي بكنترول مع حرف زد. ودي برضو يا شباب قاعده كده ناخدها، ان هي كنترول مع حرف زد ده بيعمل اندو او تراجع عن اي امر انت بتنفذه في اي برنامج في الدنيا بكنترول زد. انا دلوقتي لسه عامل مسح للعناصر اللي كانت قدامي، هعمل لها اندو، رجعت تاني. انا كده عمل تراجع عن امر اللي اسمه ايه؟ اريز اللي انا نفذته كده. طيب عكس امر اندو، قلنا امر اسمه ايه؟ ريدو. انا عملت اندو، عملت تراجع عن خطوه الحذف. لو عملتها تاني اكررها تاني، ريدو، كرر خطوه الحذف. في مشكله في الكلام دوت؟ في اسئله في الكلام ده؟ كده انا خلصت المحاضره النهارده. اتمنى الناس تكون استوعبت كل كلمه انا قلتها. لو في حد عنده اي اسئله يتفضل يسال، دقيقتين كده اللي عنده اي سؤال قبل ما انهي المحاضره بتاعتي. اتفضلوا يا شباب، اللي عنده سؤال يتفضل يساله. مش زي الفوتوشوب، بس في هنا حاجه اسمها ليرز، ايه فايدتها وايه استخدامتها هنعرفها بعدين، لكن هو مش زي الفوتوشوب. موقع تنزلي عليه البرنامج، ماشي، الدعم الفني هيتواصل معاكي ويديكي لينك تنزلي البرنامج. المحاضره ان شاء الله كل يوم سبت يا نعيمه، او نعيمه مش عارف الاسم ايه بالظبط. المهندس المدني لازم يعرف الكورس اللي انا هقوله في 2D، مش محتاج هو يتعلم 3D. المهندس المدني ممكن بعد كده ياخد برنامج ساب، لو محتاج طبعا لازم ياخد ساب او ايتابس، او لو هيشتغل بقى بمجموعه البي اي ام ممكن ياخد ريفت وياخد روبوت. خلاص يا اشرف، هي دي اخر المحاضره، هي دي اخر المحاضره، هي دي اخر المحاضره يا اشرف. لا، الكورس ده للمهندسين او غير المهندسين؟ الكورس ده للمهندسين او غير المهندسين؟ يعني انا بشرح رسم، بشرح ازاي ارسم، مش بشرح كورس هندسي. يعني في ناس بيشتغلوا رسامين اوتوكاد، الرسام ده ممكن يبقى اي حاجه، ممكن يبقى دبلوم، ممكن يبقى تجاره، اداب، حقوق. يعني انا بيجي لي ناس كتير تاخد كورسات عندي في الكليه ما لهمش دعوه خالص بالهندسه يعني. شكرا لله. واياكم ريم. تسجيل الاستماره، هيتواصل الدعم الفني عشان بس الايه؟ حضور الكورس والشهاده في الاخر. حد عنده سؤال تاني يا جماعه في اللي انا قلته؟ طب حد عنده سؤال عام في اي حاجه؟ طيب يا شباب استودعكم الله، والسلام عليكم ورحمه الله وبركاته.